الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الصائمون، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إنا نعيش أجواء رمضانية، نعيش أجواء ربانية، أجواء نبوية تزداد فيها القلوب إيمانا واطمئنانا، وتلهج الألسن بذكر الله وتلاوة القرآن، تبعد الناس فيه أو تبعد الناس فيها عن معصية الرحمن، وتتقرب من الجنان وتبتعد عن النيران. إنا نعيش هذه الأيام أياماً مباركة، وقد قطعنا شوطاً من رمضان، فمنا من جنى خيراً كثيراً، ومنا من هو مقتصد، وينبغي لكل واحد منا بدلاً من أن يكون مقتصداً أن يكون مجتهداً فيما يرضيه فيما يرضي الله عز وجل عنه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتلُ القرآن وسبِّح فيه مجتهدًا، فإنه شهر تسبيحٍ وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلفٍ من بين أهلٍ وإخوانٍ وجيرانٍ أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيًّا، فما أقرب القاصي من الدانٍ. إنا في شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر الإيقان، في هذا الشهر العظيم الذي يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح فيه أبواب الخير لكل راغب، فهنيئًا لي ولكم، وهنيئًا لمن بلغه الله عز وجل هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، وهنيئًا وألف ألف هنيئًا لمن صامه وقامه واغتنمه على أحسن حالٍ يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. وإن المحروم الشقي التعيس الذي لا يعرض نفسه لنفحات ربه جل وعلا في هذه الأيام والليالي المباركات، فشهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فقد أنزل الله عز وجل كتابه الكريم في شهر رمضان. وجاءت بعض الروايات أيضًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكتب السماوية الأولى نزلت في شهر رمضان، وقد ذكر الله عز وجل رمضان قرينًا بالقرآن، وفي هذا إشارةٌ وتأكيدٌ على أنه ينبغي للمسلم أن يكرِّس جهوده بتلاوة القرآن في رمضان، فلنعش مع القرآن ولنكن مع القرآن تلاوةً وتعلُّمًا وتعليمًا وتدبُّرًا وعملًا وكذلك اتباعًا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانية يرجون تجارةً لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذه هي المتاجرة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، بأن نتاجر مع الله في القرآن الكريم، لأنك مأجور على تلاوته، مأجور على استماعه، مأجور على اتباعه، مأجور على تدبره،
مأجور على كل شيء وأنت تعيش مع القرآن الكريم. وبعض الناس يزهد في قراءة القرآن الكريم ويقول جعلتم من القرآن مجرد عداد وحساب، وتقولون من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، وليس هذا المقصود وليس هذا المراد، وإنما المراد أن نتدبر القرآن. كل هذا مطلوب، تدبر القرآن مطلوب، وهو بيت القصيد من إنزال الله للقرآن الكريم، فقد قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر القرآن الكريم أن تنظر إلى القرآن وأن تتعامل مع القرآن وكأنه توجيهات حية يعالج مشاكلك التي تعيشها ويحكي واقعك الذي أنت فيه، فتنظر إلى الآيات وتطبقها على نفسك وأين أنت منها. فإذا مررت بآيات الإيمان وصفات المؤمنين وصفات المتقين فلتنظر هل أنت متصف بها، هل أنت قريب منها أم أنت بعيد. وإذا مررت بآيات المنافقين وآيات النفاق والفاسقين والفسق والكفار والكافرين فإنك تنظر إلى نفسك وحالك منها، هل أنت قريب منها أم بعيد منها. هذا هو التدبر للقرآن الكريم، أن تخشع لتلاوة، أن تخشع مع قراءة القرآن الكريم، أن تعمل القرآن في واقعك، وأنت مأجور على هذا، وهذا هو المطلوب كما أسلفنا آنفا. وكذلك لا نزهد في تلاوة القرآن، فقد رغبنا الله عز وجل لتلاوته ودعانا إليها، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حتى مجرد استماع القرآن أنت مأجور عليه، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك العمل بما جاء فيه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن العمل بالقرآن التحاكم إليه، وإنما الخسارة كل الخسارة بأن نجعل القرآن وراء ظهورنا، فنحشر يوم القيامة عميانا وصما، ونحشر يوم القيامة كما أعرضنا عن القرآن نحشر في حالة يرثى لها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذي يعرض عن كتاب الله، الذي يتعامى عن كتاب الله في هذه الدنيا يعاقبه الله عز وجل من جنس عمله ومن صنيع عمله، فيحشره الله عز وجل أعمى يوم القيامة. وهنيئاً لمن وفقه الله واغتنم أوقاته واغتنم ساعاته في شهر رمضان بقراءة القرآن ليلاً ونهاراً، فإن القرآن والصيام قرينان وهما شفيعان للعبد يوم القيامة. يقول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه. قال: ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان للعبد يوم القيامة. وأنت إذا اجتهدت في قراءة القرآن واجتهدت في تلاوته وتدبره فإنك ستكون من أهل الله، وهنيئا لمن كان من أهل الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن قراءة وتعليما وتعلما وتدبرا، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالموفق من وفقه الله
وجعل لنفسه أوقاتًا معلومة يكثر فيها أو فرغها لتلاوة القرآن. فمنا من يقرأ القرآن في بداية رمضان بجد واجتهاد، لكن ما هي إلا أيام وقد قلت قراءته للقرآن، وقد بدأ يهجر قراءة القرآن، فلا تمضي عليه العشر الأول من شهر رمضان إلا وقد صار تاركًا لقراءة القرآن، ذلك أنه لم يجعل لنفسه برنامجًا يمشي عليه، ولم يفرغ لنفسه وقتًا معلومًا لقراءة القرآن. ومن الآن لنتدارك أنفسنا ولنجعل لأنفسنا وقتًا معلومًا، ساعةً، ساعتين، ثلاث ساعات أو أكثر من ذلك، هذا الوقت مخصصٌ لقراءة القرآن. مهما كانت الشواغل، مهما كانت الأعمال، مهما كانت الالتزامات، فهذا هو وقت القرآن. وأنا أقول لكم والله ثم والله، إن من البركات التي يودعها الله عز وجل لقارئ القرآن، ومن بركات القرآن، أنك بقدر ما تقرأ القرآن تقضى لك أعمالك وتقضى لك حوائجك. كثير منا لا يقرأ القرآن وهو يحب أن يقرأ القرآن لأنه منشغل بأعمال فتقضى له بعضها، لكنك إذا قرأت القرآن في ساعة تقضى لك من الأعمال ما لا تقضيها في ساعات وما لا تقضيها في أيام. بقدر ما تقرأ قرآنا وبقدر ما تتفرغ للقرآن يهيئ الله لك الأسباب لقضاء حوائجك وأمورك في حياتك الدنيا الدنيوية والأخروية. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتنبه لأنفسنا، فشهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النيران، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. ماذا قدمنا وماذا فعلنا من أول رمضان إلى يومنا هذا؟ هل نحن في حال مرضية عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل صرنا في هذه الأيام وإلى يومنا هذا مستعدين للقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه لو أن الموت داهمنا اليوم أو غداً؟ فاعلم أنك مختار ومصطفى من بين كثير من الناس الذين حرموا التوفيق وحرموا إدراك هذا الشهر. فمن الناس من أعرض عن القرآن عن شهر رمضان وعن اغتنامه بملاه ومشاغل كثيرة، ومن الناس من توفاه الله قبل رمضان، وأنت اختارك الله لأن تكون مؤمناً مسلماً صائماً. فيجدر بي وبك أن نشكر نعمة الله عز وجل على هذه النعمة، والنعمة إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. وشكر نعمة الله عز وجل بأن نقيدها بإعمال ما أراد الله عز وجل منا في هذه النعمة. فشهر رمضان محطة إيمانية يتزود فيها الإنسان من الطاعات ويكثر من القربات، ومن أعظم القربات في شهر رمضان قراءة القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصف في شهر رمضان بصفتين لازمتين وما أحوجنا إليها، وكأن أبرز عملين في شهر رمضان ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وهو يحكي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان رسول الله أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخيل من الريح المرسلة، كان يأتي جبريل عليه السلام، جبريل الأمين، نزل به الروح الأمين. جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدارسه القرآن ويعرض عليه القرآن في كل ليلة من لياليه، وفي العام الذي توفي به أو فيه صلى الله عليه وآله وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين تأكيداً وتثبيتاً، وهي العرضة
الأخيرة والختامية، وما هذا إلا لعظيم شأن القرآن في شهر رمضان. وقد كانت هذه المدارسة للقرآن تؤثر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخلاقاً وسلوكاً وجوداً وعطاءً وكرماً، فكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. ومن بليغ وصف جوده وكرمه وهو أكرم البشر على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا عبر عن جود رسول الله بالريح المرسلة؟ قالوا لأن الريح تهب وتعم على كل ما تمر عليه، فلا تستثني صغيرا ولا كبيرا، لا فقيرا ولا غنيا، لا مأمورا ولا أميرا، تعم كل ما تمر عليه. وهكذا كان جود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعم الناس أجمعين ويعم الخلق أجمعين بدون استثناء. وهكذا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصحاب الأيادي البيضاء، من الكرماء، من أصحاب الجود، من أصحاب العطاء والسخاء، يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجدهم في رمضان يزدادون جوداً ويزدادون كرماً ويتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالفقراء محتاجون إليهم وهم يكفونهم، المعوزون محتاجون إليهم طوال العام وهم يقومون بواجبهم وبحاجياتهم، المساجد تفتقر وتحتاج إليهم وتكفى بتلك الأيادي البيضاء وبعطائها وبجودها وكرمها. ولكن البخيل لا يرجى خيره بل يتقى شره. وهذا البخيل الله عز وجل ينزل له ملكا كل يوم يدعو عليه بالتلاف ويدعو عليه بالهلاك. وأما الكريم فإن الملك يدعو له بالخير كل يوم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا الكلام فيه تشجيع وتحفيز لمن أودع الله في قلبه صفة الكرم وحب الكرم. وهذا الكلام أيضا موجع لبعض الناس ممن أشرب في قلبه حب المال، ممن أشرب في قلبه حب الدنيا، فإن هذا الكلام ينزل إليه كالسهام. ولو أنا علقنا لوحة على باب المسجد يمنع منعا باتا دخول البخلاء إلى المسجد، ربما لن تجد في المسجد إلا عدد يسير من المصلين. وبعض الناس في المقابل يستحق أن تفتح له للمسجد 7 أبواب مثلاً، هذا على سبيل المثال، لجوده ولكرمه ولعطائه ولإنفاقه، وهو يعلم علم اليقين أن المال مال الله، وأن ما هو مستخلف عليه، وأن الله عز وجل سيسأله عن ماله يوم القيامة. وإلا قل لي بربك ماذا ستأخذ معك؟ والله إن بعض الناس لو دعوته إلى فعل خير، إلى أن يتصدق، إلى أن يحسن إلى جاره أو إلى معوز أو إلى فقير، فإنه من شدة هول ما يفاجأ أو يواجه به من الطلب يكاد أن يغمى عليه. وربما فينا وحاضر معنا من هذا حاله، وبعضنا من إذا دعوته إلى فعل خير أو دعوته إلى بر وإحسان فإنه يفرح بما يعطيه كما أفرح وتفرح أنت بما تأخذ. وهذا الفضل من الله، والله ذو الفضل العظيم. فهنيئا لكم أيها الكرماء، واتقوا الله أيها البخلاء، واعلم أيها البخيل أنك معذب في الدنيا وفي الآخرة. فإنك في الدنيا تعيش عيشة الفقراء، وإنك في الآخرة تحاسب محاسبة الأغنياء. يقول مولانا وسيدنا الإمام علي عليه السلام ورضي الله عنه: عجبت للبخيل يستعجل ما كان منه هرب،
فيعيش عيشة الفقراء، يستعجل ما كان منه هرب. لماذا يهرب؟ لماذا يبخل هروبا من الفقر؟ فهو عايش عيشة الفقراء. قال: فيعيش عيشة الفقراء ويحاسب محاسبة الأغنياء. والله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله إن الكريم موقن بالله، مؤمن بالله، واثق بالله، متوكل على الله، مؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وأنه من تواضع لله رفعه الله، فيعطي العطاء عن طيب نفس، ويعلم علم اليقين أن الله سيضاعف له. وأما البخيل إنما بخل لضعف إيمانه بالله ولقل يقينه وتوكله على الله، فإنه يخاف في بخله ومن عطائه من أن ينقص ماله، وما يؤمن بهذه الآيات وإن كان يقرأها ليلا ونهارا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يقدس المال تقديسا. نعم، المال مهم في هذه الدنيا، وأيضا مهم في الآخرة. فأنت إذا مت أول ما تتذكر، وإذا جاءك الموت أول ما يخطر على بالك مالك، لما له من أهمية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، لا يتذكر صلاة ولا صياما ولا يتذكر شيئا من الإحسان غير المال وما يتعلق به من الصدقات. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصوم فأقرأ القرآن فأفعل، لا، فأصدق وأكن من الصالحين. والله إنها ستكون عليك حسرة وندامة إذا قصرت في أداء واجبك وإخراج زكاتك ومالك أنت مسؤول عنه يوم القيامة. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أحب أن يكون لي مثل جبل أحد ذهبا تمضي عليه ثلاث ليال ومعي منه شيء إلا شيئا أرتصده لدين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حال رسول الله، هذا هو حال قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فشهر رمضان شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر التوبة والغفران، شهر اغتنام الأوقات في الطاعات والإكثار من القربات. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فيقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، ما قدمته للآخرة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذبح شاة، وثم أمر بتوزيعها، فوزعت كلها إلا جزء يسير، إلا جزء يسير لعله الذراع. فقال: أين الشاة؟ أو ما بقي منها؟ قالوا: ذهب كلها وما بقي منها إلا الذراع، ذهب كلها وما بقي إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
بقي كلها إلا الذراع فإنه قد ذهب، فما تقدمه للآخرة هو الباقي، هو الباقي. وليس هذا مقتصرا على المال فحسب، ما تقدمه للآخرة من أعمالك، من شفاعتك للآخرين، من قضاء حوائج الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا إلى مكارم الأخلاق، ويخبرنا بأن الله عز وجل ما تعبدنا بشيء أحب إليه بعد التوحيد من الإحسان إلى خلقه، وجدير بنا أن نعمل ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان. فقد قال بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس أنفعهم للناس. خير الناس، والله إن خيرنا وأخيرنا وأفضلنا أنفعنا للآخرين، من هؤلاء ومن غيرهم. خير الناس أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا. ومن ولأن أمشي في حاجة أخ أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. يأتي رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه، أو يرى ابن عباس رضي الله عنه رجلا مهموما مغموما واضعا يده على خده، فقال له ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: ما بالك؟ فشكى له دينا عليه، وأن صاحب الدين يطالبه، فقال: قم معي لنذهب إلى ذلك الرجل. قال: يا ابن عم رسول الله، أنت في المسجد وأنت معتكف وتقوم لهذا؟ قال: كيف لا أقوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته. ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرين، سواء قضيت له حاجته أم لم تقضى، سواء قضيت له حاجته أم لم تقضى. فلا يبخل الإنسان أن يقدم النفع والإحسان للآخرين بأي صورة من الصور وبأي وجه من الوجوه. وكذلك الذي يعود علينا بالخير والذي ينعكس على أخلاقنا من جانب إيجاب ويؤثر فينا ويهز مشاعرنا حتى نكون على أحسن حال يرضي الله عنا، هو قراءة القرآن وتدبره والعمل به. فإذا ما أكثرنا من قراءة القرآن في رمضان وتدبرناه وعملنا به، فإنا ستتغير أحوالنا، ستتغير أخلاقنا، ستتغير سلوكنا، سنكون في حالة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. فمن فرط فيما مضى، وكلنا ذلك المفرط إلا من رحم الله، من الآن وصاعدا يخصص لنفسه وقتا لقراءة القرآن، يخصص لنفسه وقتا لقراءة القرآن. من كان ذا مال فليرتب أموره، وليرتب زكاة ماله، ولينظر إلى الفقراء والمساكين، وليتعهد الأقربين، فإن الصدقة على ذوي الأرحام وعلى القرابة صدقة وصلة. وكذلك من الأعمال التي يغفل كثير منا عنها تفطير الصائمين، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضنا ربما تعطيه تمرة ويقول: تريد أن تأخذ أجري؟ لا، هو لن يأخذ أجرك، لكن سيأخذ مثل أجرك، وأنت مأجور عليه. وهنيئا للمحسنين الذين ينفقون ويتصدقون، وكذلك يفعلون مثل هذه المشاريع الخير، مثل هذه المشاريع الخيرية في شهر رمضان، فتجد التمور تمتلئ في المساجد، وتجد الخير ينتشر في رمضان. وما ذاك إلا حرص من المحسنين على الإحسان في شهر الإحسان، في شهر القرآن، في شهر رمضان. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، خير البرية وأزكى البشرية، فقد أمركم الله بأمر بدأ به بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل قولا كريما:
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن ساداتنا الحنفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واغتنامه على أكمل وجه يرضيك عنا وأحسن حال يقربنا إليك. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالمعاصي والسيئات، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم أبرم ليمننا ولأمتنا أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ويمننا وأمننا وأهلينا ومقدراتنا وعقيدتنا ومساجدنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل شباكه في مكره، واجعله عبرة لغيره. اللهم عليك بكل مؤذٍ للبلاد والعباد والدين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل المؤذين للمسلمين يا رب العالمين. اللهم من تولى من أمرنا شيئًا فضيق علينا فضيق عليه عيشته وحياته، واحشره يوم القيامة أعمى يا رب العالمين، وعجل بزواله عاجلًا غير آجل، ولا توله على أحدٍ من خلقك. ومن تولى من أمرنا شيئًا فرفق بنا وأراد بنا خيرًا فوفِّقه لكل ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم عليك بالبغاة المعتدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين وحلفائهم وأذيالهم وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم من أبناء المسلمين، عليك بهم وبمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومن كان على شاكلتهم ومن دار في فلكهم. اللهم أنت حسبنا عليهم ونعم الوكيل. اللهم دمرهم تدميرا ولا تذر منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم اجمع وألف بين فرقاء اليمنيين يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل اليمنيين وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل شهر رمضان سببًا لتبديل أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل شهر رمضان سببًا لتغيير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم اجمع فيه شملنا وشمل المسلمين يا رب العالمين. اللهم بدل فيه معاصينا طاعات وسيئاتنا حسنات، وبدل فيه فقرنا غنى وخوفنا أمنا وعسرنا يسرا وذلنا عزا، ومكن لنا في الأرض يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من له حق علينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.